في النهاية تبقى كثير من الأسئلة حول ضخامة اللي حصل في خان يونس، ولأي درجة موقف نتنياهو تحسن بعد فشل سحب الثقة منه، وإزاي ده هينعكس على صلابة موقف نتنياهو برفض نصائح وقف الحرب وأي مفاوضات خاصة بالهدنة. كل الأسئلة دي أنا محتاج وحضراتكم أكيد تعرفوا أجوبة عليها، وده اللي ممكن يخلينا نناقش ده مع ضيوفي وضيوفكم. العميد أحمد رحال المحلل العسكري. سيادة العميد أهلا بحضرتك. يسعد مساك أخي محمد، تحياتي لك وضيفك ولكل مشاهديك الكرام. وأيضا معي الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني الأستاذ سليمان بشارات. أستاذ سليمان أهلا بحضرتك. مساء الخير لك ولضيفك والمتابعين الكرام. أنا بعد إذن سيادة العميد رحال، أنا دائما بنوجه السؤال لآخر من رحبنا به، فخلينا بعد إذنك نبدأ بالأستاذ سليمان. أستاذ سليمان، موقع تايمز أوف إسرائيل اتحدث عن فشل حزب العمل من سحب في سحب الثقة من نتنياهو، ورأينا ليبرمان أيضا ورأى أنه لا داعي لعمل انتخابات كما قيل في وقت الحرب. ما دلالة هذا الفشل؟ نعم، هذا فشل متوقع، ومتوقع لسبب رئيس، أن الائتلاف الإسرائيلي الحاكم هو الذي يملك الأغلبية في الكنيسة الإسرائيلي، وهو يمثل حزب الليكود والأحزاب اليمينية المتطرفة، وبالتالي كما قلت يعني هذا الفشل متوقع، لأن هناك إجماع من قبل الأحزاب اليمينية المتطرفة على استمرارية أولا الحرب، وثانيا هي تدرك بشكل كبير جدا على أن استمرارية الحرب هي طوق النجاة بالنسبة للأحزاب اليمينية المتطرفة للبقاء في المشهد السياسي. والائتلاف الحكومي هو انطلق مع بنيامين نتنياهو حتى ما قبل هذه الحرب في كثير من التوافق على إجراءات التغييرات داخل البنية المؤسسية الإسرائيلية وما عرفت بالإصلاحات القضائية عفوا. وفي ذلك الوقت واجه بنيامين نتنياهو والأحزاب اليمينية المتطرفة كافة الضغوط من الشارع الإسرائيلي، وبقوا مصرين على الذهاب في موضوع الإصلاحات القضائية. وعندما جاءت الحرب استطاع بنيامين نتنياهو واستطاع اليمين المتطرف أن يحشد المجتمع الإسرائيلي خلف قرار الحرب بشكل أساسي، وبالتالي استمر في هذا الاتجاه وفي هذا التوجه. وبالتالي يعني المختصر المفيد في هذا الإطار أن بنيامين نتنياهو أولا ممثلا بحزب الليكود والأحزاب اليمينية المتطرفة وفي مقدمتهم بن غفير وسموتريتش، هم يدركون أن الفرصة الوحيدة للبقاء في الحكم هي استمرارية هذه الحرب. وفي اليوم التالي الذي ستتوقف به الحرب ستكون هناك لجان التحقيق وهناك الإخفاقات والفشل وسؤال من يتحمل المسؤولية، وبالتالي إمكانية أن يكون هناك الذهاب إلى انتخابات. وإذا ما ذهب المجتمع الإسرائيلي إلى انتخابات في ظل كل هذه الإخفاقات منذ بداية 7 أكتوبر وإخفاقات على مدار 109 أيام من هذه الحرب، سواء في الإخفاقات في عدم القدرة على تحقيق الأهداف الأساسية للحرب أو في حجم الخسائر التي يتكبدها الاحتلال الإسرائيلي ككل، إذن الأحزاب اليمينية المتطرفة في غالب الأحيان والليكود بما فيهم بنيامين نتنياهو وشخصيته لن يحصلوا على ما حصلوا عليه بالسابق، وهذا ربما ما عززته وما تشير له استطلاعات الرأي، إذ أن حظوظهم في أي انتخابات مقبلة ستكون هي متدنية بشكل كبير جدا، وسيكون هناك صعود لأحزاب أخرى ممثلة ببيني جانتس وهو عضو مجلس الحرب. وبالتالي هذا الأمر كما قلت كان متوقعا في عدم القدرة على تمرير مشروع قرار حجب الثقة عن هذه الحكومة. طيب خلينا أروح لسيادة العميد أحمد رحال. سيادة العميد، الحادث اللي تم النهاردة واللي أسقط الحادث لوحده أسقط 21 جندي وضابط، قيل أنه كان هناك مجموعة من الضباط والجنود الإسرائيليين بيقوموا بتفخيخ مجموعة 10 بيوت تقريبا، ولكن في وقت محدد أطلق أحد المقاومين صاروخ أربجي فجر هؤلاء 21. كيف يمكن عسكريا تقييم هذه الحادثة وهذا الموضوع، وهل فعلا هذا اليوم هو اليوم الدموي الأكبر في المعارك بغزة؟ يعني الشعب الإسرائيلي والشارع الإسرائيلي هو من قال إنه يوم أسود، يوم دامي، يوم مؤلم، يوم كارثي، يوم الموت. لسنا نحن فقط ما قلنا هذا الكلام، لكن بالبداية أخي محمد يعني خلينا نكون أمام المشاهد واضحين.
أنه ما يحدث في قطاع غزة لا يمكن إسقاطه على المعايير العسكرية أو على مبادئ التكتيك العسكري، لأن ما في أوجه، ما في معيار يجمع ما بين نسبة القوى والوسائط، المقدرات الموجودة بين الطرفين. وبالتالي نحن أمام حالات حقيقة تفاجئ التكتيك وتفاجئ العلم العسكري وتفاجئ الوقائع اللي عم تصير على الأرض. لذلك الجيش الإسرائيلي أو جيش الاحتلال المتردد واللي أصبح خائف في أي عمل عسكري، ومثل ما شفنا مبارح بلواء جفير عند لواء جولاني عندما سمع عناصر وضباطه خبر سحبه من شمال قطاع غزة بدأوا بالرقص. هذا بيعكس الحالة المعنوية والحالة فقدان إرادة القتال لدى جيش الاحتلال. طيب هلا ليش قلنا العملية مغايرة للواقع؟ عملية الأمس عملية معقدة وعملية بنسميها بالعلم العسكري مختلطة، تضمنت 4 مراحل نفذوا في وقت واحد تقريبا، عشرات العناصر من جيش الاحتلال كما تفضلت يقوموا بتلغيم بعض المباني في مخيم المغازي في خان يونس. هناك دبابة مع عناصر مخصصة لتأمين الحماية والحراسة. هذا العمل مرحلة الأولى كانت هي عبارة عن المراقبة والتتبع، وهذا يعطي أفضلية من أنه عناصر فصائل غزة تراقب كل ما يحصل على الأرض. النقطة الثانية أو المرحلة الثانية كانت مرحلة الهجوم، أولا إخراج الدبابة الحماية، ودمرت الدبابة بقذيفة 105 وقتل ضابط وعنصر في الدبابة. المرحلة الثالثة كانت هي مرحلة استهداف القوى المتمركزة في المباني، ولحسن الحظ أن القذيفة أصابت الذخيرة أو المتفجرات التي كانت تعد لتفجير المباني انفجرت. المرحلة الرابعة وهي ما تسمى حسن التوقع، من أنه عناصر الفصائل توقعوا من أن تكون هناك تعزيزات أو يعني إما عمليات إشراك في القتال لقوى جديدة أو لعمليات الإخلاء. وحقيقة كان هناك دبابة تتقدم وأقيم حقل الألغام، فدخلت الدبابة التي أتت للتعزيز وانفجرت أيضا. طبعا هذا العمل ما هو عمل عادي، هذا يعكس تدريب عسكري عالي المستوى، يعكس انضباط وقدرة على الضبط وقدرة على قيادة المعركة وإدارة المعركة. لذلك لما بيكون جيش الاحتلال بهالصدمة 21 عنصر في وقت واحد بحسن إدارة معركة لعناصر لا تستطيع التدريب على سطح الأرض، هي تتدرب بالأنفاق لأن طائرات الاستطلاع في الأيام العادية دائما تراقب. لذلك العمل اللي صار بالأمس يوصف بالكارثة. طب أستاذ العميد، يوصف بأنه عمل يعني عبقري من المقاومة، ولكن التأكيد. أنا عسكريا، أنا معلوماتي عسكريا ضعيفة جدا لأني دخلت الجيش سنة واحدة فقط. عسكريا بتبقى دائما أثناء الحروب وحتى المناورات الكبيرة، وأنا عديت بمناورة من دول، دائما لا تجتمع مجموعة من الضباط الكبار في مكان واحد، يعني دائما بيبقى التشكيلات عبارة عن ضابط كبير ثم صف ضابط ثم جندي مجند إلى آخره. كيف تأتى للجيش الإسرائيلي؟ يعني فكر كما لو كنت إسرائيليا، يعني أعوذ بالله، كيف تأتى للجيش الإسرائيلي أن يجمع 21 قيادات وجنود وضباط في مكان أو في بقعة واحدة؟ ألا ترى معي أن ده عمل عسكري غبي؟ أولا ما يوصف بالجيش الإسرائيلي منذ بداية العملية حتى الآن التردد وعدم معرفة ما هو خطة اليوم التالي. أحد الضباط صرح ليديهوت أحرنوت، نحن نقاتل ارتجاليا، لا نملك خطة زانكس داي، ما بنعرف شو بكرة بده يصير. اثنين، عمليات الجيوش النظامية وقتال الجيوش النظامية في المدن، حرب العصابات، حرب الشوارع، هذا يسمى مقتلة الجيوش النظامية. هناك فارق كبير بين تكتيك الجيوش وأنساق أولى وثانية وثالثة وبين أفراد تتعامل بخلايا صغيرة تخرج بأي لحظة تقاتل دون أي التزام بعملية اللباس أو عملية الاتصالات أو
وبالتالي هذا الفارق يعطي الميزة للعناصر. النقطة الأهم دائما عناصر المعركة ثلاثة: صديق، عدو، مسرح أعمال. مسرح الأعمال القتالية مجهول بالنسبة للجيش الاحتلال، صندوق أسود، بينما هو لعناصر غزة هي ملعبهم، هي أرضهم، هي حارتهم، هذا شعبهم، هدول بيوتهم، وبالتالي هذا العنصر. هلا بموضوع وجود عدد كبير من الضباط، تجميع الكبير يعني أهمية الهدف، ويعني تنوع القوى اللي موجودة، وأنه يحتاج إلى إشراف. وعمليات التفجير وعمليات التلغيم وعمليات الدخول في الأحياء تحتاج إلى مراقبة شديدة، وبالتالي تواجد هذا العدد الكبير. معلش يا سيادة العميد، ما هم قيل إن هم كانوا بيفخخوا 10 بيوت، لكن الإصابة تمت في بيتين، يعني 21 شخص دول كانوا موجودين في بيتين فقط، وده مربع صغير، مسرح صغير لهذا التجمع الكبير من القيادات أو من الضباط والجنود. هذا الأمر أخي محمد بيعكس إحدى خطأين: إما ثقة عالية بالنفس من أنه هن مستورين على أعين الفصائل، وأنه دبابة الحماية والحراسة قادرة على تأمينهم، أو لأخطاء تكتيكية. يعني شفنا بمرحلة من المراحل قتل جنود بنيران صديقة، وتكرر الموضوع لأكثر من مرة. إذن عملية الحالة النفسية، الحالة المعنوية، إرادة القتال، القتال بذهن صاحي، هذا الموضوع غائب عن جيش الاحتلال. الجميع ينتظر اللحظة التي ينسحب فيها أو يعطى أمر مغادرة قطاع غزة، لأن غزة أصبحت عنصر يعني مخيف لجيش الاحتلال. تجميعهم بقطاع واحد أو بمبنيين جنب بعض البعض وعملية التفجير قد تكون ببداية المهمة لتوزيع المهام. وشفنا باللقطات اللي سربت اليوم من كاميرا لأحد مقاتلي جيش الاحتلال، شفنا الكمين اللي وقع في بيت واحد، وكان هناك تعداد ما بين 7 إلى 10 عناصر من جيش الاحتلال، والكمين اللي وقعوا فيه مع الفصائل. إذن هناك أخطاء كبيرة يرتكبها جيش الاحتلال، ويبدو اليوم بالإضافة اليوم الشاحنة ب9 شهر كان يومين أسودين على جيش الاحتلال. طيب خلينا نروح لأستاذ سليمان بشارات. أستاذ سليمان، يعني التصويت أو اقتراح بسحب الثقة من حكومة نتنياهو اللي انتهت بهذا الفشل الذريع، هل هي تعكس قوة اليمين المتطرف داخل إسرائيل، أم أنها تعكس ضعف المعارضة، خاصة يائير لبيد الذي تزعم المعارضة ضد نتنياهو، خصوصا في ظل أنباء قيل أنه المعارضين لإطالة أمد الحرب مهددين بالقتل؟ فإلى أي مدى يعكس فشل سحب الثقة قوة اليمين، أم أنه ضعف المعارضة الإسرائيلية وضعف حتى الوجوه الإسرائيلية لمنها أو على رأسها يائير لبيد؟ نعم، هي ربما تأخذ أكثر من محددة وأكثر من جانب. إضافة إلى ما تفضلت به، نحن نتحدث عن أن هذه الحرب جاءت ما بعد 7 من أكتوبر، والسابع من أكتوبر هو شكل حالة من الصعقة للذهنية الإسرائيلية ككل، وانطلق الاحتلال الإسرائيلي في هذه الحرب في ما بعد 7 من أكتوبر، وهو يدرك بشكل كبير جدا أنه في حرب نوع انتقامية، وهذا ربما ما قاله بنيامين نتنياهو في خطابه الأول في بداية الحرب، وحديثه وتركيزه وتركيز القيادات العسكرية الإسرائيلية والسياسية الإسرائيلية عن أن هذه الحرب هي حرب وجودية، وبالتالي تم تجييش وشحن الشارع الإسرائيلي والمجتمع الإسرائيلي الداخلي كليا خلف قرار الحرب، وبالتالي ما زال هناك نسبة كبيرة أيضا من المجتمع الإسرائيلي ما زالت تعيش تحت ذات التأثير المتعلق بقرار الحرب والدفع باتجاه استمرارية هذا الحرب. هذا من جانب. الجانب الآخر أيضا هو فعلا هناك ما زال قوة تأثير لليمين المتطرف الإسرائيلي، وهذا التأثير هو ليس وليد هذه الحرب، وأنا تحدثنا قبل ذلك أن المجتمع الإسرائيلي هو يميل بات أكثر إلى التطرف واليمين المتطرف، وهذا ما انعكس في نتائج الانتخابات الأخيرة، وكيف أن الأحزاب اليمينية المتطرفة هي التي شكلت هذه الحكومة، وهي التي تشكل
الغالبية في الكنيسة الإسرائيلي. النقطة الثالثة في هذا الإطار أيضا هي أيضا ما تطرقت وتفضلت بالحديث عنه، وهو قضية في المقابل، يعني مقابل قوة اليمين المتطرف، ضعف المعارضة التقليدية داخل المجتمع الإسرائيلي، وبالتحديد الأحزاب التقليدية داخل المجتمع الإسرائيلي. والنقطة الأخرى التي أود يعني أن أضيف إلى هذه الجزئية، وهي أيضا غياب عنصر القيادات التقليدية القوية في المجتمع الإسرائيلي التي يمكن أن تنافس بنيامين نتنياهو. بنيامين نتنياهو ما قبل هذه الحرب وخلال هذه الحرب هو يقدم نفسه على أنه الأكثر قدرة أولا على حماية مستقبل إسرائيل، والأكثر قدرة على إدارة هذه الحرب، والأكثر قدرة على إدارة كل المتغيرات التي تجري في هذه الحرب، وبالتالي هو وكأنه يقدم نفسه البطل الآن داخل المجتمع الإسرائيلي. في المقابل لا يوجد أي من القيادات التي تمتلك ذات الكاريزما ربما أو المهارات أو القدرة على إقناع المجتمع الإسرائيلي. رغم وجود شخصيات يا أستاذ سليمان إسرائيلية شاركت قبل ذلك في الحكومة زي يهودا براك مثلا. نعم يهودا براك في اليوم الأول لهذه الحرب حمل أمتعته وغادر إسرائيل، وهو بدأ ينتقد أيضا الخطابات والقرارات الإسرائيلية وبشكل كبير جدا. أنا يعني ما أردت أن أشير له في هذه الجزئية أن شخصيات يعني الشخصيات الإسرائيلية حتى من أعضاء مجلس الحرب ما زالوا هم غير قادرين على أن يكونوا أو يقدموا قرارا ويتحملوا مسؤولية هذا القرار. كلهم يحاول فقط أن يحافظ على القاعدة الجماهيرية، وهذا ربما ما يظهر أيضا في استطلاعات الرأي، يحاول أن يحافظوا على قاعدة جماهيرية يمكن أن تحفظ لهم مستقبلا سياسيا، وهم لا يريدوا أن يدخلوا الآن في حالة من الصدام الداخلي وربما أن يتحملوا مسؤولية أي قرار يمكن أن يذهبوا إليه. وبالتالي أنت تتحدث الآن عن كما قلت ضعف داخل القيادات التقليدية داخل المجتمع الإسرائيلي أمام شخصية بنيامين نتنياهو الذي يحاول أن يفرض شخصيته ويقدم نفسه على أنه هو المنقذ الأساس لمستقبل إسرائيل. وبالمناسبة هذه العبارة هو استخدمها في حملته الانتخابية عندما قال أنا الشخصية الوحيدة في إسرائيل التي يمكن لها الآن أن تجتاز عقدة 80 في إسرائيل وأمضي بكم إلى 100 عام، وبالتالي هو يقدم نفسه على أنه الشخصية المنقذ. وهذه ربما أحد القضايا التي بالمناسبة هي تنعكس بشكل كبير جدا على قدرة بنيامين نتنياهو أيضا في هذه الحرب. بنيامين نتنياهو منذ اليوم الأول، عفوا يعني أستكمل هذه الفكرة، منذ اليوم الأول لهذه الحرب استطاع أن يشق أيضا يعني المجتمع الإسرائيلي إلى تيارين، تيار يدعم الحرب وتيار آخر هو يتمثل في عائلات الأسرى الذين هم يطالبون بالذهاب إلى صفقة تبادل، ولكنه في كل محطة من المحطات كان يذهب إلى الخداع ويقدم معلومات مغلوطة ويقدم حالة من الخداع، وكان يستطيع أن يستميل عطف الشارع الإسرائيلي لاستكمال هذه الحرب. وهذا هو أيضا ما جعله في كثير من المحطات يتحدث في أكاذيب. وبالمناسبة يعني بنيامين نتنياهو الآن يلقب داخل المجتمع الإسرائيلي وفي الإعلام الإسرائيلي بأنه الكذاب ابن الكذاب، لأنه شخصية هو دائما يذهب إلى خداع المجتمع الإسرائيلي. وحتى الهارتس قالت كده، أو أحد الجرائد الإسرائيلية قالت نفذت أكاذيب نتنياهو. وبخصوص الموضوع اللي حضرتك ذكرته ده أنا لدي سؤال فيه، لكن خليني أروح الأول لسيادة العميد أحمد رحال. سيادة العميد، نعرف جميعا أن إسرائيل استعانت بميليشيات من دول مختلفة في هذا القتال، ولكن الآن ألا ترى معي أنه سقوط القتلى دول من الجيش الإسرائيلي من ضباط وعساكر، هل يعني أن إسرائيل قللت من الاعتماد على الميليشيات المرتزقة، أم أنه الميليشيات المرتزقة تحارب في جبهة أخرى؟ يعني إذا تكرمت أعطيني بالصورة أين يحارب هؤلاء المرتزقة؟ هلا بالمجمل إسرائيل لا تقول أين يحارب، هي عندها 169,000 جندي، هدول القوى العاملة دائما موجودين كجيش الاحتلال، استدعت مع بداية الحرب على غزة 320,000، واليوم رئيس الأركان عم بيقول نحن بحاجة إلى قوات احتياط جديدة لأن الحرب ما تزال طويلة. عملية الاعتماد على المرتزقة وإن كان
يعني لم تثبت على أرض الواقع بعض التصريحات التي خرجت، لكن ليس بغريبا على جيش الاحتلال، إنما بشرية الإسرائيل ليست بحاجة. نعلم أنه لها قدرة اليوم زج 320 وعنده قدرة أيضا للزج. بس في حالة العميد، في حالة ما ذكرته حضرتك من شوية لما انسحب لواء جولاني ورأينا الفرحة بتاع الجنود بتوع اللواء الجولاني، نضع ده، هذه النقطة مهمة، ولكن في نقطة تانية أهم، وهي أنه أعلنت إسرائيل أنه مات منذ بداية الحرب 200 ضابط أو 200 جندي، وأنه في 20,000 إصابة إعاقة. أهو قدامي أهو مقتل 200 جندي، أنا آسف، 200 جندي احتياطي منذ بداية الحرب، وأيضا هناك 20,000 طلب إعاقة، وده انعكس على انسحاب لواء جولاني أو انسحابات دي. ففي ظل هذه الأخبار أو هذه النتائج، من الطبيعي أنه البعض يحجم عن الاشتراك في هذه المعركة الخاسرة أو التي سيخرج منها بإعاقة أو قتل، وبالتالي سينعكس ده على الجيش الإسرائيلي، هيقل عدده جدا، وهو إذن في حاجة إلى مرتزقة، كما رأينا حتى فيديوهات لمرتزقة من دول زي فرنسا أو من البيرو أو من دول أمريكا الشمالية. صديق محمد، يعني حتى نكون واقعيين بالطرح، هدول اسمهم مزدوجي الجنسية، يعني يحمل الجنسية الفرنسية والجنسية الإسرائيلية، الجنسية الكولومبية والجنسية الإسرائيلية، وهو مواطن إسرائيلي بكل الأحوال. اثنين، في موضوع الأعداد، إسرائيل عندها ثلاث قطاعات وقسمت الجغرافيا في فلسطين لثلاث قطاعات أساسية، القطاع الشمالي، القطاع الشرقي، والقطاع الجنوبي، وأفرزت قدرات عسكرية متكاملة. يعني اليوم في عنا على جبهة جنوب لبنان 120,000 جندي مع رصيد جوي، مع رصيد بحري، مع رصيد من طائرات الاستطلاع، مع قيادة مستقلة ترتبط بالقيادة العسكرية الموجودة في تل أبيب. على قطاع جولان أيضا هناك 120,000 جندي مع كل الدعم المؤمن، وهناك القطاع الجنوبي 120,000 المختص في الضفة الغربية وبقطاع غزة. موت 200 عنصر لن يؤثر على 580,000، يعني 540,000 تقريبا من جنود الاحتلال، وعندنا 200,000 طلب لجيش الاحتلال للانضمام إلى الجيش الإسرائيلي. طبعا هذا الكلام مع بداية حرب غزة، ممكن هلأ سحبوا طلباتهم الكل، مثل ما شفنا فرحة لواء جولاني بعملية الانسحاب. وبالتالي عملية الزج بالمرتزقة ليست بالعامل المؤثر أثناء الأعمال القتالية. كان هناك عامل مؤثر عندما زجت إسرائيل بألوية النخبة، يعني لواء جولاني، لواء المستعربين، هالألوية هيدي اللي معروفة بشراسة القتالية. لكن على أرض قطاع غزة تبين لا القوات النخبة قادرة على العمل، ولا القوات المدرعة، ولا حتى لما زجت بقوات المظليين، ولا الدعم البري والبحري والجوي، ولا المسيرات، لأن القتال ضمن مسرح أعمال قتالية صغير. كثرت الأعداد تصبح مربكة. يعني اليوم أنا عندي 100,000 مقاتل، بدي أعطيك مثال، اليوم في خان يونس 8 ألوية لجيش الاحتلال، مساحة خان يونس 55 كيلومتر مربع، يعني أمر مذهل أنه أنا عندي 8 ألوية على مساحة. قطاع غزة 365 كيلومتر مربع، أقصى عرض في الشمال 6 إلى 7 كيلومتر، أقصى عرض في الجنوب عند رفح 12 إلى 13 إلى 14 كيلومتر، مساحة صغيرة جدا مع جهود كبيرة جدا. وبالتالي هذا الأمر أربك القيادة، والإرباك الأكبر كان في أنه هناك جهل كامل لجغرافية وطبيعة مسرح مع جهود كبيرة جدا، وبالتالي هذا الأمر أربك القيادة، والإرباك الأكبر كان في أنه هناك جهل كامل لجغرافية وطبيعة مسرح الأعمال القتالية. بل أن هناك معلومة أخرى، من أنه أثناء الهجوم في 7 أكتوبر استطاع المقاتلي الفصائل من بيوت ومكاتب ضباط حاجز إرز من الحصول على بنك الأهداف حول قطاع غزة الموجود لدى القيادة الإسرائيلية وخطط الأعمال القتالية. وعندما تكشف تلك الخطط، يعني أصبحت خارج الاستعمار لأنها مكشوفة للخصم أو للطرف الآخر. وبالتالي هذا الكل المتكامل من أخطاء
من ارتباكات، من زج أعداد كبيرة، من إخفاق في تنفيذ المهام، من رفع سقف الأهداف من قبل نتنياهو والقيادة العسكرية ويوف جالانت وعدم تحقيق أي هدف، من مفاجأة الخلل الأنفاق وما فعلته الأنفاق. أمام كل هذا الواقع تصبح إسرائيل في ورطة ويصبح قطاع غزة رمال متحركة. وأختم بالقول ما قاله بايدن لنتنياهو في اليوم الأول وقبل بدء الحرب، قال: عليكم بناء خطط محكمة لا تحتمل الخطأ، وكأنه يقول لا تعيدوا المأساة الأمريكية في أفغانستان. وأنا لدي سؤال لحضرتك في مسألة قوة الجيش الإسرائيلي، ولكن بعد ما أروح للأستاذ سليمان بشارات. أستاذ سليمان، من كلام حضرتك اللي فات ده يعني حضرني سؤال سوف أرتجله، يعني فعذرا للارتجال. أنا متابع شوية إلى حد ما يعني بسيطة للشأن الداخلي الإسرائيلي من زمان، وأنا عاصرت سقوط أو يعني انحدار نجم جولدا مائير بعد حرب أكتوبر، وأيضا عاصرت اكتئاب مناحم بيجن بعد اتفاقية كامب ديفيد، وعاصرت زوال باراك بعد اخفاقات عسكرية، وأيضا شارون. لكن هذا الرجل، إما أنه رجل غريب نتنياهو، رغم هذا الفشل لم يعتزل، لم يختفي، لم يستقيل، لم تسحب منه الثقة. هل لأنه قوي أم لأن المزاج الإسرائيلي في الشارع الإسرائيلي تغير؟ المزاج الذي أتاح بجولدا مائير وأتاح بمناحم بيجن وباراك وشارون تغير الآن وأصبح له، أم أنه رجل قوي ويستطيع أن يلعب سياسة وأن يراهن على الحصان الكاسب أو الرابح دائما؟ نعم، ربما العاملان معا، ما يتعلق بشخصية بنيامين نتنياهو وما يتعلق بالمزاج الشعبي داخل المجتمع الإسرائيلي، وهذه ربما قضية مهمة جدا، وهي بالمناسبة الآن هي يعني تثير كثيرا من الباحثين ويبحثوا فيها بشكل كبير جدا إلى مدى التغيرات والتحولات التي طرأت في السنوات القليلة الماضية على المجتمع الإسرائيلي والانحياز باتجاه اليمين واليمين المتطرف بشكل كبير جدا. ولهذا السبب الأحزاب اليمينية المتطرفة داخل المجتمع الإسرائيلي هي صعدت إلى سدة يعني النظام السياسي الإسرائيلي والحكم فقط بمراحل متأخرة، وهذا ربما هو يعبر عن طبيعة المزاج الشعبي والمجتمعي داخل الاحتلال الإسرائيلي. هذا من جانب. الشق الآخر، وهو فعلا بنيامين نتنياهو لشخصيته والذي يدرس سيرته، وأنا قرأت كثيرا في تاريخه، هناك الكثير من المحطات التي انعكست على شخصيته وعلى قدرته على يعني المناورة والإدارة وتحويل الكثير من المحطات إلى فرص يستثمرها بشكل كبير جدا. هذا الأمر هو ربما أحد الأشياء التي تعزز أن بنيامين نتنياهو الآن هو الأكثر شخصية داخل الاحتلال الإسرائيلي الذي يتولى رئاسة الحكومة داخل المجتمع الإسرائيلي، وهو الشخصية التي ربما الأكثر قدرة ما زال على المناورة وتحويل الكثير من الخلافات الداخلية. وبالمناسبة يعني إذا ما تابعنا فقط من خلال مطلع العام الماضي وحتى الآن مرورا بقضية الإصلاحات القضائية الداخلية، كيف استطاع أن يدير ملف الخلافات الداخلية ما قبل الحرب وخلال الحرب، يدلل بشكل كبير جدا على أنه شخصية يمتلك من المهارات والقدرات على تحويل الكثير من الخلافات إلى نقاط وأوراق قوة يستغلها في كثير من القضايا وتعزيز شخصيته. على سبيل المثال، ما تم الحديث عنه قبل يعني يومين أو ثلاثة فيما يتعلق في المبادرات لتبادل الأسرى، بنيامين نتنياهو خرج في مؤتمر صحفي وقال أن الاشتراطات التي تقدمها المقاومة وحماس لا يمكن القبول بها. في اليوم التالي مباشرة قال لعائلات الأسرى بلقاء معهم يوم الاثنين الماضي، قال لهم بالحرف الواحد وبالنص الواحد الذي نشره الإعلام العبري أنه لا يوجد هناك أي مبادرة من قبل حركة حماس. اليوم يخرج بنيامين نتنياهو ويقول لهم لدينا طرح إسرائيلي نقدمه، ولكننا نريد أن ننتظر أن هناك قبولا بهذا الطرح. بعدها بساعات قليلة نشر الإعلام العبري أن حركة حماس ترفض الطرح الإسرائيلي، ثم بعد ذلك خرج
مكتب بنيامين نتنياهو والتصريحات يقول أننا لم نحصل على رد حتى هذه اللحظة، وبالتالي هو يعني يستطيع أن يتحكم في كثير من الخيوط التي يحاول من خلالها إحداث حالة من الإرباك داخل يعني المجتمع الإسرائيلي. ما أنا سؤالي أستاذ سليمان هنا، المجتمع الإسرائيلي يعني سيبك من الماضي بتاعهم، المجتمع الإسرائيلي الذي يعني قدم لنا إسحاق رابين وقدم لنا شيمون بريز، الآن هو يقدم نتنياهو من سنوات من التسعينات ويحافظ عليه، فهل نتنياهو هو نتاج لتغير مزاج المجتمع أم أنه رجل يقود مزاج هذا المجتمع ويوجهه في الاتجاه الذي يريده؟ نعم، أنا قلت لك هي يعني يجمع الأمرين معا، لأن لا يمكن الحديث عن أن تغير المزاج المجتمع هو فقط الذي يغذي نتنياهو. لو لم يكن نتنياهو أيضا هو من الشخصيات التي أحسنت استثمار تغير المزاج ومال معه، لما استطاع أيضا أن يصل إلى هذه اللحظة وأن يبقى قويا وقادرا على إدارة سدة الحكم داخل الاحتلال الإسرائيلي، ولما استطاع حتى هذه اللحظة أن يذهب في عملية أن ينافس أو ربما أن يحيد خصومه بنيامين نتنياهو. أنت تتخيل الآن بنيامين نتنياهو ووزير حربه هم من داخل حزب الليكود، الطرفان داخل حزب الليكود، وبالتالي يجب أن يكون هناك بالمفهوم الطبيعي انسجام تام في كل شيء. لكن بنيامين نتنياهو ما قبل هذه الحرب في مارس الماضي عزل وزير حربه لأنه خالفه فيما يتعلق بالإصلاحات القضائية، ولكن مطلب الجمهور الإسرائيلي والمجتمع الإسرائيلي أعاده مرة أخرى. وفي الآن داخل الحرب، أنت تتخيل أن إسرائيل والاحتلال الإسرائيلي في حالة حرب، وأن يكون ما بين رئيس الوزراء ووزير الجيش الذي هو أيضا من نفس التيار ومن نفس الحزب الحاكم، هو أيضا هناك خلاف واضح جدا، ولا 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 يمنح له أن يجلس وزير الحرب مع رئيس الموساد ورئيس المخابرات الإسرائيلية. وبالتالي هذا النوع من الشخصيات الإسرائيلية بنيامين نتنياهو هو لا يثق بأحد، هو يريد أن يبقى هو الشخصية المسيطرة، ولهذا السبب هو الذي ما زال يمسك في كافة خيوط الحالة الإدارية لإدارة هذه الحرب، وما زال يحيد خصومه ويرمي أوراقه في الوقت النهائي حتى يبقى هو الشخصية التي يقول للمجتمع الإسرائيلي وللأحزاب اليمينية المتطرفة أنني أنا ما زلت الشخصية الذي يمكن الرهان علي للمستقبل، وبالتالي لهذا السبب هو يحظى بالثقة الأكبر أيضا من قبل الأحزاب اليمينية المتطرفة. طيب سيادة العميد أحمد رحال، السؤال الأخير لحضرتك لنهاية تجاوزنا الوقت. حضرتك ذكرت في أول إجابة لحضرتك عن أول سؤال بأنه الجيوش المنظمة حرب المدن هي مهلكة للجيوش المنظمة، ولكن عسكريا عندي معلومات قد تكون خطأ، أن الجيش الإسرائيلي هو الجيش الوحيد في العالم الذي خاض مجموعة حروب في العراق، حروب مدن في العراق، في غزة قبل ذلك، في أصدن ضواحي فلسطين، وفي جنوب لبنان، فهو جيش. حتى أن يهود براك قيل أن القوات الأمريكية استعانت به في 2003 في اقتحام بغداد، قيل، لا أعلم أما إذا كانت صح ولا خطأ، ممكن حضرتك تصحح لي. يعني هذا الجيش لديه خبرة طويلة وعريضة في مجال حروب المدن والشوارع، فكيف نراه الآن وهو فعلا يدخل محرقة وهي محرقة حرب غزة؟ إلى أي مدى قوة الجيش ده في حروب المدن ضعيفة؟ لا، أولا من حيث التعداد والمبدأ، نحن عم نحكي عن جيش إسرائيلي يملك 595 طائرة من الجيل الرابع والخامس، وهي أفضل طائرات العالم، ومنها يعني طائرات ستيلس أو طائرات F-35. تتحدث عن جيش يمتلك 4000 دبابة من أفضل دبابات العالم، إن كانت صناعة إسرائيلية أو ألمانية أو أمريكية. نتحدث عن جيش يمتلك 10000 مجنزرة، أفضل 65 قطعة بحرية، بالإضافة إلى طيران المسير بكميات كبيرة وآلاف قطع المدفعية، مع منظومة استطلاع متطورة ومنظومات دفاع جوي لا تمتلكها معظم دول الشرق الأوسط. لكن المراحل أو الخبرات التي حصل عليها جيش الاحتلال سواء في العراق أو في سوريا أو في جنوب لبنان أو في أي حرب أخرى، هي حرب جيوش نظامية.
في جنوب لبنان هناك الأنساق الأولى والأنساق الثانية وقوات الاحتياط ومقرات القيادة والمقرات البديلة، جيش نظامي يقاتل بتنسيق وتكتيك الجيوش النظامية. لكن في قطاع غزة الأمر مختلف، الطرف المقابل هو من يحدد التكتيك. أكبر أخطاء بوتين في الحرب على أوكرانيا أنه اعتمد على القتال تكتيك الجيوش النظامية، بينما الأوكرانيين اعتمدوا على قتال المدن وانسحبوا من الحدود وتموضعوا خلف المدن، وشفنا في معركة خاركيف ما الأسماء التي دفعت. اليوم في قطاع غزة لا يوجد طرف مقابل، لا يوجد خصم مقابل. أنت لاحظ الإعلام الإسرائيلي والناطق بجيش الاحتلال ما عنده شيء يقدمه مشاهد كما يقدم أبو عبيدة بحركة حماس. ما في طرف ثاني، طرف الثاني هم أشباح بيخرج بوقت العملية ينفذ الضربة، حرب شوارع، حرب مدن، قنص. لكنه ذات العميد، لكنه قيل أن نتنياهو أو الجيش الإسرائيلي صنع نموذج مصغر لغزة في صحراء النقب لعملية التدريب على اقتحام غزة، هكذا قيل في بداية الحرب دي. إذن هو يعلم تماما مسرح المعركة. يعني أنا بطبيعة عملي كمدرب في الأكاديمية العسكرية العليا، لما مندرب قادة الفرق وقادة الألوية نقول لهم في زمن السلم أنت بتضع 100 خطة للحرب بتوقعات باحتمالات بفرضيات، لكنك تقاتل بالخطة 101، بمعنى أن ما يخطط وما يوضع على الخرائط لا يمكن أن يتطابق مع الميدان، بل تكون هناك تغيرات، أحيانا تكون تغيرات طفيفة وأحيانا تكون تغيرات كبيرة. الواضح من أن هناك خطأ استراتيجي لدى جيش الاحتلال في جهله في مسرح الأعمال القتالية، وحكينا عن الموضوع، في جهله في تقدير إمكانيات الخصم والقتال. ونذكر مع بداية الحرب كانوا عم يحكوا عن 4 أسابيع وأن الرشقات الصاروخية قد تستمر لـ30 يوم بالحد الأقصى. نحن عم نحكي باليوم 109 والرشقات مبارح طلعت من بيت حانون على غلاف غزة، والقتال وآخر التقارير الإسرائيلية الحقيقية تقول أن حماس قادرة إسا على القتال لأشهر. وبالتالي كان عند جيش الاحتلال الخطط اللي درب عليها بالنقب أنه لا يدري مسرح الأعمال القتالية، ليس لديه تصور واضح لإمكانيات الخصم، وليس لديه تصور واضح للإمكانيات التي يمكن أن تستفيد منها عناصر غزة بموضوع الأنفاق. الأنفاق التي أزلت جيش الاحتلال بتعدادها بتموضعها بطريقة بناءها وبطريقة استثمارها من قبل الفصائل. معلش هذا قلت أنه إسرائيل ليس لديها تصور واضح عن مسرح الأحداث، ليس لديها تصور واضح عن المقاتل اللي بيقاتل قدامها اللي هو بالنسبة لها العدو. هل من الممكن أن نضيف هنا أنه إسرائيل ليس لديها تصور واضح أيضا عن مدى قدرة بقاء جنودها في حالة معنوية على الأقل مستقرة إن لم تكن مرتفعة؟ هذا من عنصر من أهم عناصر المعركة. مهما كنت تمتلك من القدرات العسكرية أنت بحاجة إلى عنصرين إضافيين. العنصر الأول هو الغطاء السياسي للعمل تبعك. نذكر بكل قدرات الولايات المتحدة الأمريكية احتاجت لكذبة لأن يدخل كولين باول إلى مجلس الأمن بحقيبة فارغة ويقول هنا أسرار المخطط النووي والحرب النووية والقنابل التي صنعها صدام حسين وهي خطر على العالم، ليؤمن الغطاء السياسي. هذا العنصر الأول. العنصر الثاني هو إرادة القتال، العقيدة القتالية، عدالة القضية. اليوم عنصر حماس يدافع عن أهله، يدافع عن أرضه، يدافع عن شعبه، يدافع عن القدس، يدافع عن فلسطين. عن ماذا يقاتل جيش الاحتلال؟ عن وطنه. هو دافع عن القتل والموت والتشريد وتجريف الأراضي وسياسة أستاذ العميد. عن وطنه، بيدافع عن وطنه، بيدافع عن، رأينا أحد الجنود بيفخخ بيته وبيفجره وبيقول عشان زمايله اللي قتلوا، بيدافع عن، بيأخذ طقر زملائه اللي قتلوا. يعني تكشفت هاي الموضوع حتى الدول الغربية بالدعاية الإسرائيلية الأولى من أنه ما يحصل في قطاع غزة هي حرب دفاعية. الحرب الدفاعية ليست بقتل الأطفال والنساء والشيوخ،
اليوم نسبة 70 إلى 75% من الذين قتلوا في قطاع غزة أو الذين استشهدوا في قطاع غزة هم النساء والأطفال. اليوم هناك حصار على المشافي، تدمير المدارس، تدمير المشافي، تدمير نقاط طبية، منع الإغاثة. طب أنا عندي يعني سؤال ثاني يا سيادة العميد، سيادة العميد في الحتة دي بس عشان أختم يعني خلاص أنا تجاوزت الوقت. عندي سؤال للأستاذ سليمان بشارة وبعدين أرجع لحضرتك بس سريعاً. أستاذ سليمان سريعاً، سيادة العميد بعد إذنك يعني. أستاذ سليمان أنا لا أكذب عليك، أنا لدي شك الآن، كان عندي يقين أن نتنياهو انتهى وسيقدم المحاكمة وانتهى ومصيره زي جولدا مائير كده، ولكن الآن بعد فشل سحب الثقة أصبح لدي شك في أن نتنياهو هو شخص تستطيع أن تقول عليه has no end، ليس له نهاية. إلى أي مدى الشك اللي داخلي ده حقيقي أستاذ سليمان؟ هو شك في محله، ونحن كمحللين وكقارئين ومتابعين نبقى نشكك في هذه النتيجة، لكن نبقى نقول في قضية مهمة، وهذه ربما يعني يتفق معي أو يختلف معي سيادة العميد، وهو أن ما دام الحرب لم تضع نهايتها وأوزارها ونتائجها تبقى هناك ربما الكثير من المفاجآت التي قد تغير كل شيء في لحظة ما، وهذه النتائج هي نفسها التي قد تفرض كثيرا من المتغيرات، حتى أنها قد تعيد هندسة الجمهور ذاته، وأقصد هنا الجمهور الإسرائيلي، أنه قد يكون هناك عملية هندسة أو إعادة هندسة كاملة ربما تعزز أو تخالف جميع التصورات التي نتحدث. ده تاريخيا اللي أنت بتقوله ده صحيح، لكن ما نراه على يد نتنياهو قد تنتهي هذه الحرب بلغة السينما كده نسميها في داوت، بمعنى أنه تنتهي واحدة واحدة حتى ننسى، ندخل في هدنة تطول الهدنة ثم تطول ثم تطول فننسى أن هناك كانت هناك حرب، ربما تنتهي بهذه الطريقة. نعم، هذا هو ما يريده نتنياهو بالضبط. لهذا السبب قلت لك أن ما دام مسرح المعركة والحرب قائم لا يستطيع أيضا نتنياهو أن يفرض النهاية لهذه الحرب، لأنه قد يكون هناك موقف يفرضه الميدان كما حدث الليلة الماضية. الحادثة هذه ستهز وهزت الأركان الإسرائيلية، ربما يكون هناك أمر آخر يهز أيضا كل التوقعات والسيناريوهات التي يرسمها بنيامين نتنياهو، وبالتالي لا يحصل على الهدف الذي يسعى إليه. خليك معي أستاذ سليمان. أستاذ سيادة العميد، يعني من ضمن ألعاب نتنياهو أنه حول قضية مقتل 21 جندي إلى التحقيق، أليس ذلك هروب هو ومن معه من مسؤولية مقتل هؤلاء الجنود يا أستاذ سيادة العميد؟ الشيء المميز، أول شيء أنا أتوافق مع الأخ سليمان أن الحرب في غزة تحمل الكثير من المفاجآت، بل يمكن تسميتها بحرب المفاجآت. اثنين، من بداية الحرب ونحن عم نشوف عملية تبادل المسؤولية، رئيس الاستخبارات يرمي على رئيس الأركان، رئيس الأركان يهان باجتماع مع القيادة السياسية في تل أبيب، وبالتالي عملية تبادل المراكز، عملية تبادل الاتهامات شيء طبيعي. هلأ موضوع اللجان، يعني هذا بالعلم العسكري اسمه إبرة مخدر، يعني لما قتل 9 بحادثة الشاحنة اللي فجرت الدبابة وقتل فيها بالنيران الصديقة اللي أتلت إلى مقتل جنود إسرائيليين، موضوع تشكيل لجان التحقيق هي أبر مخدر للداخل الإسرائيلي، لا تؤدي إلى شيء ولن تعكس شيء ولن يكون هناك استفادة من ولكن الكلام. يبدو في رأيي أنا الشخصي دراميا، أنا بتكلم دراميا ليس عسكريا ولا في الشأن الداخلي الإسرائيلي كما يعلم الأستاذ سليمان بشارة، دراميا هي يبدو أنها مسألة تخص المستقبل، بمعنى إذا سئل يوما ما عنها نتنياهو فسيقول أنه قدم بعض الشخصيات للتحقيقات وهذا يخلي مسؤوليته فيما بعد إذا قدم المحاكمة. إلى أي مدى كلامي ده مزبوط سيادة العميد؟ وبعدين أوجهه للأستاذ سليمان، إلى أي مدى كلامي ده مزبوط؟ بالجزئيات الصغيرة، بالثانويات الصغيرة مزبوط كلامك، أنه هذا الكلام، أنه أنا اتخذت إجراءات وعملت لجنة التحقيق والاستخبارات ورئيس الأركان وإلى آخره، لكن في مسؤولية الحرب القضية أكبر من مقتل 21 وأكبر من مقتل 9 أشخاص وأكبر من إيران صديقة. قرار الحرب، زج الجيش الإسرائيلي بحرب قاتلة، نتائج الحرب لن يستطيع أن يهرب منها نتنياهو. نفس السؤال أوجهه للأستاذ سليمان بشرط سريعا، يعني إلى أي مدى نتنياهو بيضع الآن خطوط مستقبلية لتفاديه المحاكمات في المستقبل؟
نعم، وهو طلب ذلك بكل وضوح قبل عدة أسابيع، عندما كان أو عندما حان موعد تقديمه للمحاكمات في ملفات الفساد، قال طلب بشكل مباشر أن يتم تأجيل البت في هذه المحاكمات حتى نهاية الحرب، وهو يدرك أن عملية التأجيل شيئا فشيئا يمكن أن توصله لمرحلة معينة يهرب بها من المحاكمة. هذه أحد الجزئيات. الجزئية الأخرى، بنيامين نتنياهو كما قلت لك هو في شخصيته وفي تركيبته الشخصية هو يستطيع نوعا ما تحويل البوصلة وتأثيرات المجتمع باتجاهات مختلفة ما بين الفينة والأخرى، ويخلق أزمات داخلية أيضا. هذه الأزمات الداخلية قد يصدرها على شكل خلافات داخلية ما بين القيادات وما بين المستويات، أو هو يريد أن يقدم بعضا من الأوراق كما جرى اليوم عندما يخرج اليوم ويتحدث عن مبادرة فيما تتعلق بتبادل الأسرى. هو أراد أن يخفف حالة الاحتقان داخل المجتمع الإسرائيلي، وربما الاتهامات التي تبدأ تؤشر لمسؤولياته عن الإخفاق الذي جرى هذا اليوم وما جرى على مدار أيام الحرب، وبالتالي هو الآن يريد أن يمتص نوعا ما ردة الفعل المجتمعية داخل المجتمع الإسرائيلي. وبالتالي هذه نعم جزئية من الاستثمارات لدى بنيامين نتنياهو وشخصيته، وهي واضحة جدا ليس فقط اليوم وإنما وليس فقط في بداية الحرب بل قبل ذلك، وهو ربما يجيد اللعب بهذه الأمور. لكن في نهاية المطاف كما قلت لك وأؤكد على هذه النقطة، أنا أتعامل مع رمال متحركة في حرب ومعركة مستمرة. هذه المعركة، هذه الرمال المتحركة في كل لحظة وفي كل ثانية قد تحمل مفاجأة تغير كثيرا من الأوراق، كما أحدث 7 أكتوبر خلطا لكل الأوراق فيما يتعلق ليس فقط بالاحتلال الإسرائيلي ومخططاته بل بالمخططات الإقليمية والدولية، وأحدث عملية خلط كاملة للأوراق، والجميع الآن يبحث كيف يمكن له أن يرتب هذه الأوراق في نهاية هذه الحرب. الحقيقة أنا في نهاية هذه الحلقة بشكر الأستاذ سليمان بشراتة الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني، وأشكرك جدا وأفدتنا كثير يا فندم، كما أكرر شكري لسيادة العميد أحمد رحال الذي الحقيقة أفدنا كثير عسكريا واستراتيجيا في هذا اللقاء، بشكركم جدا يا فندم. في نهاية اللقاء ده أنا هاخد من كلام سيادة العميد أحمد رحال وأخد من كلام الأستاذ سليمان بشراتة، نحن أمام مقاتلين المقاومين، يعني قلما تشهدهم المعارك، مقاتل يدافع عن أرضه عن عقيدته عن نسائه، مقاتل يعني تحت هذا الحصار استمر سنوات تترب الحقيقة أنه يقهر هذا الجيش القوي وجيش إسرائيل قوي، ولكن في الناحية الثانية أنه المقاوم ده بيحارب واحدة من أكبر الحيات في العالم. أما تهيأ لي أنه أكبر حيات هي حياة الأمازون أو ثعبان الأمازوني الضخم ده. نتنياهو واحدة من أكبر الحيات في العالم، حي فعلا، رجل لا تستطيع أن تتنبأ إطلاقا بخطواته المقبلة، يستطيع أو يجيد اللعب على كل الحبال، وده سر بقاءه حتى الآن، شخصية تاريخية في التاريخ الإسرائيلي، ورأيي أنه هو بيوجه الشعب الإسرائيلي أو المزاج العام الإسرائيلي، لكن ستنتصر المقاومة. على كل حال الحلقة خلصت، إلى أن نلتقي غدا في حلقة جديدة من مصر النهاردة، تصبحوا على وطن حر، تصبحوا على خير.